إن شاء الله راح نتكلم عن المراهقة المتأخرة وعلاقتها بالتغير النفسي الاجتماعي. طبعا يقل تأثير الآباء، وأيضا تتحول العلاقات في حياة الطفل إلى صداقات فردية، وأيضا يزيد التفكير في المستقبل عند الطفل، تتشكل الشخصية الفكرية عند الطفل، تتحول العلاقة بين الأبناء والآباء إلى علاقة بالغ ببالغ. ومن المهم يتم تشخيص السلوكيات وتقييمها وتعديلها أيضا ما قبل المراهقة المتأخرة لكي يتم صقل الطفل وإفهام بعض النقاط المهمة التي ممكن تمر عليه في حياته المستقبلية. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.